بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه في الالعاب الاخرى داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. النص الاول من حلقتنا زي ما تعودنا بتبقى مجموعه من الاخبار وتعليقنا عليها، وبنحط حضراتكم في طبعا كل ما هو مستجد في الاحداث الرياضيه في الالعاب الاخرى. ده في النص الاول من حلقتنا. النص الثاني بيبقى فقره حواريه. فقرتنا النهارده الحقيقه ليها علاقه بكره السله. فريق 18 سنه الشباب في النادي الاهلي استطاع انه يفوز كره سله، طبعا استطاع ان يفوز ببطوله الجمهوريه كثالث بطوله ليه السنه دي، بطوله القاهره، بطوله المرتبط، وساهم بشكل كبير جدا انه يساعد الفريق الاول بقياده مستر اجوستي انه يحصلوا على دوري المرتبط، ثم وصولا ببطوله الجمهوريه اللي انتهت منذ ايام بالفوز على سبورتنج وسموحه كاقوى فريقين في هذا السن. طبعا بيتولى تدريب هذا الجيل او هذا الفريق الكابتن اسلام الكيلاني، واحد من افضل مدربين الشباب او الناشئين على مدار يعني فتره طويله، يمكن العصر الحديث هو واحد من افضل مدربين الناشئين. يمكن خلينا استعرض مع حضراتكم يمكن بطولاته، يمكن هو 9 بطولات خدهم يعني في خلال سنوات قليله هو تولى فيها تدريب فريق الناشئين. هو كان الاول بيبقى مع الفريق الدرجه الاولى وبعد كده نزل فريق الناشئين، فريق الناشئين والناشئات. حقق بطولتين مع فريق 14 سنه بنين، حقق بطولتين جمهوريه، وحقق 3 بطولات منطقه القاهره، ده مع 14 سنه بنين. مع 18 سنه بنات حقق بطوله دوري الجمهوريه وبطوله منطقه، بطوله وبطوله مع البنات. هو اشتغل تقريبا موسم واحد مع البنات. فريق 16 سنه فاز بدوري المرتبط وبطوله منطقه القاهره. فريق 18 سنه شباب برضه فاز ببطوله المرتبط وبطوله السنه دي بقى البطوله المرتبط والقاهره والجمهوريه. كابتن اسلام الكيلاني هيكون معانا النهارده ومعانا 4 لاعبين من هذا الجيل المميز بصراحه، اللي هو منهم عدد كبير استطيع انه يلعب في الفريق الاول. هيكون معانا اللاعب او صانع الالعاب كريم حاتم، واللاعب كريم عمرو، واللاعب بلال محمد، واللاعب عمر عماد. الاربع لعيبه والمدير الفني هيكونوا ضيوفنا النهارده في الفقره الحواريه. هنتكلم عن امالهم وطموحاتهم، هنتكلم عن الانجاز اللي حققوه السنه دي بحصد 3 بطولات وقوه قطاع الناشئين في النادي الاهلي. هنتكلم معاهم عن كل شيء، انتظروا هذا ان شاء الله الحوار باذن الله يكون يلقى يعني استحسان من حضراتكم. هنروح على اخبارنا، نبتدي بكره اليد. مدير الفني لفريق منتخب او منتخب كره اليد استدعى 7 لاعبين من النادي الاهلي عشان طبعا كان يخوضوا مباراتين مع البرازيل. مستر روبرتو جارسيا المدير الفني مين ال7 اللي شاركوا مع المنتخب؟ عبد الرحمن حميد، مصطفى خليل، عمر خالد، كاستيلو، محسن رمضان، احمد عادل، ابراهيم المصري، احمد هشام سيسا. والمنتخب كانت وقت استغل التوقف الدولي، طبعا زي ما حضراتكم عارفين الاتحاد الدولي لكره اليد بيشتغل نفس نظام كره القدم، بيعمل توقف دولي على العالم كله والمنتخبات تستدعي لاعبتها تبتدي تلعب مباريات وديه استعدادا لبطولاتهم الاقليميه او البطولات الدوليه. طبعا وعمل ماتشين مع البرازيل وقدرنا نفوز بيهم والحمد لله، كان تجربه ناجحه. اللعيبه الدوليه دول انضموا طبعا للفريق الاول عندنا في النادي الاهلي اللي بيخوض تجربه صعبه، عندنا يعني امور صعبه شويه او وضع صعب، ولكن رجال النادي الاهلي دائما ابدا بيكونوا يعني قدر المسؤوليه. حضراتكم طبيعته طبعا الكابتن ياسر لبيب تولى مسؤوليه يعني رئاسه الجهاز وتشكيل الجهاز، واستعان كمدير فني بالكابتن احمد سالم وبداوا يشتغلوا، وانضم السبع لعيبه الدوليين للفريق عندنا اخر الشهر 29 30 31 عندنا 3 مباريات قويه. لو فريق كره اليد استطاع ان هو يفوز فيهم او يفوز بيهم هنتوج ببطل المحترفين. الموضوع مش بعيد، 3 ماتشات، ماتش سبورتنج، ماتش طلائع الجيش، ماتش الزمالك، 3 مباريات وتوج ببطوله. الموضوع مش صعب، رجالتنا قدها ان شاء الله، ويا رب يوفق الجهاز الفني الجديد اللي جه خلف الكابتن طارق محروس اللي اتمنى له كل الخير، وهو ده النادي الاهلي، ولاده طبعا موجودين في اي مكان وفي اي زمان لخدمه النادي الاهلي. هننتقل لكره اليد، ولكن كره اليد سيدات امبارح كان في مباراه صعبه جدا، كان النادي الاهلي بيلعب نادي الشمس على ملعبنا صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. والمباراه الحقيقه دي زي ما انتم شايفين كان الاستعداد، لان مباراه قويه وكانت هي على تعتبر على صداره الدوري السوبر الاربع فرق اللي فوق، فكان اول لقاء لينا مع الشمس كان مهم جدا نكسب. الماتش امبارح خلص الشوط الاول تعادل 11-11، طبعا ماتش قوي زي ما بقول لحضراتكم، نادي الشمس فريق محترم، نادي الاهلي فريق قوي ايضا. انتهت المباراه بفوز النادي الاهلي 24-23 بشق الانفس، كانت مباراه صعبه وكلوز جيم، بس ده يثبت ان لاعبتنا او لاعباتنا على قدر كبير من المسؤوليه وعندهم خبرات يستطيعوا بها يحسموا
المباريات الكبيرة في النهاية. كاميرا الأبطال كانت موجودة في قلب الماتش، سجلنا التقييد ده مع الفرقة والجهاز الفني، اتفرج عليه وارجع لحضراتكم تاني. الحمد لله ان احنا الماتش عدى بالثلاث نقط بتوعنا، وده كان اهم حاجه بالنسبه لنا. احنا مضغوطين الفتره دي، ماتشات كتير قويه وصعبه ومقابلات مهمه جدا وفي وقت قليل قوي، فاحنا مفيش وقت للاصابات، مفيش وقت للتبديلات، يعني هو نفس السكواد اللي بيلعب هو اللي مستمر معانا، فاحنا بنحاول نحافظ بقدر الامكان ناخد الثلاث نقط وفي نفس الوقت نحافظ على اللعيبه بقدر الامكان ونعمل روتيشن بينهم. فاحنا عندنا الكاس يوم الثلاث والاربع الجايين، وده طبعا مهم جدا بطوله، فالحمد لله احنا قدرنا نخرج بالثلاث نقط بتوع الدوري زي ما احنا مخططين ليهم، والكاس ان شاء الله بنستعد ليه بقى باذن الله. هو طبعا الفرقه بتعلى واحده واحده مع الماتشات، فاحنا يعني كل شويه بنتكلم اكتر عن الاخطاء، اللعيبه بتبتدي تشرب الاخطاء وتبتدي تتغلب عليها. طبعا بيبقى في ثنائيات وثلاثيات اللعيبه بتشتغل عليها مع الوقت ومع المقابلات ومع الجيم، اللعيبه بتعلى مع البطولات، اللعيبه بتعلى اكتر واكتر، فبنبتدي نصلح اسرع وبيبقى اللعيبه خلاص وقفت على ارض صلبه. زي ما حضراتكم شفتوا كانت المباراة قبل مباراة الباسكت، يعني يمكن كان في الخلفية فريق كرة السلة كان مستعد لمباراة امبارح كانت مع مصر التأمين وهنروح لها في أخبارنا، ولكن كانت المباراة دي قبل دي. فزي ما حضراتكم شايفين كان مباراة يعني صعبة، أتصور مباراتنا مع نادي الشمس هناك هتبقى مباراة أكثر صعوبة، بالرغم إن احنا فزنا عليهم هناك في الدور اللي قبل كده أو في الدور الأول في التصفيات، ولكن في النهايات لكل مقام مقال. اتصور ان مباراه الشمس هناك هتبقى مباراه صعبه، ولكن كلنا ثقه في الكابتن يحيى يوسف المدير الفني واللاعبات ان هم ان شاء الله يقدروا يحسموها. هنروح لكره السله، حضراتكم تابعتوا على شاشه قناه النادي الاهلي امبارح طبعا اولى مباريات الادوار الاقصائيه، الاهلي ومصر التامين في اول مباريات سلسله بيست اوف فايف. المباراه امبارح انتهت بفوز النادي الاهلي 84-49 بفارق 35 نقطه وفارق كبير، ده طبعا ما يقللش من فريق مصر التأمين المحترم، ولكن مصر التأمين بيغيب عنه أربع لاعبين من قوام الفريق منهم المحترف وهو اللي كان بيحط حوالي 25-30 نقطة في المباراة، ولكن ده لا يقل أبدا من حجم اللاعبين الموجودين، في لعبتنا كانت مركزة. الحقيقة بكرة إن شاء الله المباراة التانية في السلسلة، أول مباريتين بيكونوا على ملعبنا والمباريتين التانيين بيكونوا على ملعب الخصم. لو رحنا المباراة خمسة بتبقى على ملعبنا، طب ليه على ملعبنا وليه بنميز بالمباراة الخمسة؟ لأن احنا في الترتيب سابقين مصر للتأمين، الأربعة الأوائل الأول والثاني والثالث والرابع لو احتكموا المباراة الخمسة بتبقى على ملعبهم، لأن هم بيبقوا متصدرين الجدول، إنما الخامس والسادس والسابع والثامن بيبقى الأمور بالنسبة له بتبقى على ملعب الخصم، ده المباراة الخامسة، ولكن بيست أوف فايف اللي بيفوز بثلاث مباريات بينهي الدنيا وبيتأهل لدور قبل النهائي على طول. يمكن امبارح المفاجآت اللي حصلت وهو فوز المصرية للاتصالات على نادي الزمالك في ملعب المصرية للاتصالات، وده يعني أولى مباراة برضو الأدوار الإقصائية، تاني مباراة هتكون على ملعب المصرية للاتصالات لأن المصرية للاتصالات رابع والزمالك خامس، فإذا المباراة الفيصل لو حصلت هتبقى على ملعب مصر للتأمين. مصر التأمين ملعبها هو المركز الأولمبي في المعادي، وهو ملعب ضيق الحقيقة، مش ضيق أبعاد، يمكن اللي راح هناك عارف المدرجات ورا الخط على طول، والحيطه اللي ورا البوردات ورا ورا اللاين على طول، لدرجه انه البورد نفسه معلق على الحائط اللي ورا اللاين، فالملعب ضيق مش كل اللعيبه بتحب تلعب عليه، دايما العين بتحب تشوف مساحه ورا اللاين، فملعب بيبقى صعب شويه. احنا لعبنا عليه هناك وفزنا الحمد لله، كان في التصفيات على مصر المصريه للاتصالات. طيب امبارح كان كل اللقاءات مشت، ما فيش جديد، الجزيره فاز على سبورتنج وده اللقاء الثاني او النصف الثاني او الجهه الاخرى اللي احنا هنرد عليها ان شاء الله في حاله تاهلنا قبل النهائي، وغالبا الجزيره حطت قدم في قبل النهائي وغالبا هتبقى الجزيره بشكل عام، ده لا يقلل ابدا من فريق سبورتنج اللي نجح يوصل لدور الثمانيه في غياب المحترف. ان شاء الله نفوز غدا، وبالمناسبه هنذيع لحضراتكم المباراه بكره ان شاء الله على الهواء مباشره، تكون الساعه السادسه باذن الرحمن من صاله الامير عبد الله الفيصل، والاستوديو التحليلي هينطلق الساعه الخامسه والنصف في حضور ضيوفي عشان نتناول
كل الأخبار بكرة أو كل الأمور الفنية عن مباراة باكر بإذن الله زي ما وعدناكم قدر استطاعتنا هنكون مع أبطالنا. هنروح لكرة الطائرة رجال. بسم الله ما شاء الله ماشيين بخطى ثابتة. بدأنا الأدوار الإقصائية. الطائرة يعني زي ما بيقولوا نسخت النظام الدوري من كرة السلة، وده نظام الحقيقة ناجح، عدد مباريات أكتر. إحنا النهاردة بنلعب دور الثمانية مع هليوبلس في أدوار إقصائية، بس بيست أوف ثري، اللي بيكسب مباريتين من الثلاثة بيتأهل. النهاردة الحمد لله كانت أولى مباريات المكسب، فزنا على هليوبلس بنتيجة 3-0. الأشواط جاءت كالآتي: 25-18، 25-17، 25-11. الماتش كان اتلعب النهاردة على صالة النادي بالعاصمة الإدارية، والحقيقة بدأنا نسمع مباريات بتقام في العاصمة الإدارية، بدأنا نسمع بطولات عالم بتتعمل في العاصمة الإدارية. الدنيا بتقرب إن شاء الله، لما تفتح القرية الأولمبية هناك هيبقى بإذن الله، أتصور مفيش حدث رياضي كبير إلا ما يقام هناك، وذلك ليه طبعا يعني المنشآت جديدة والبنية التحتية قوية جدا. نتمنى إن شاء الله بإذن الله نرى ماتشات الباسكت هناك، والطايرة هناك، واليد، الطايرة راحت واليد هناك إن شاء الله قريبا في العاصمة الإدارية، وإن شاء الله تكون قبلة الرياضة في العالم كله مش في مصر بس. بكرة تاني هنلعب هليوبلس، يمكن المباريات غير السلة، السلة بيدوا يوم راحة، ولكن الطايرة زي ما حضراتكم شايفين ورا بعض النهاردة وبكرة، ودي صعوبة شوية، عشان كده مهم جدا لكل فريق يبقى عنده سكواد كويس. طيب مين الطرف التاني اللي احنا هنرد عليه في قبل النهائي؟ الفائز من سموحة والزمالك. في هذه الحالة اللي هيفوز من هنا هيقابل النادي الأهلي إن شاء الله في حالة تأهله في هليوبلس، وبرضه هنلعب بيست أوف فايف، اللي هيفوز ثلاث مباريات هو اللي هيتأهل للدور اللي بعد كده. نادي الزمالك استعان باثنين أجانب أو اثنين محترفين لم يلعبوا معاه في الأدوار التمهيدية، أتصور إنه قبل النهائي هيكون أقوى مما قبل. إن شاء الله كل التوفيق لفريقنا، بإذن الرحمن إن شاء الله نحافظ على اللقب المحبب لدينا، واحنا حامل اللقب من السنه اللي فاتت، وان شاء الله نستعيد الكاس مره اخرى بعد ما فقدناه العام الماضي. هنروح لكره الطائره سيدات، ايضا بيقابلوا سبورتنج في قبل النهائي. الفريق الاول لسيدات الكره الطائره بنادي الاهلي بقياده المدير الفني كابتن حمدي الصافي جاهز لمواجهه نادي سبورتنج في قبل نهائي كاس مصر ان شاء الله للموسم اللي احنا فيه. الماتش بيتلعب دلوقتي على صاله الشباب رياضه بمدينه 6 اكتوبر. ويعني لسه خلصان من ثواني قبل ما يبتدي البرنامج، وخلصت النتيجه 3-0 لصالح النادي الاهلي. الف مليون مبروك، وده الفوز تقريبا 95 على التوالي لهذا الفريق. ونظام البطوله السنه دي متغير شويه، لانه بيتلعب نظام البيست اوف ايضا زي الرجال. فالسبورتنج هنلعب بيست اوف 3 ايضا، ولكن ان شاء الله اول مباراه النهارده فزنا في مباراه ثانيه هنصعد الى النهائي باذن الله، وغالبا هيكون الماتش بكره صح؟ الماتش غالبا هيكون بكره زي الرجال، مفيش راحه بيدوها يوم زي الباسكت على طول. الناحيه الثانيه في قبل النهائي الصيد والشمس، اللي هيفوز غالبا انا اتصور يعني من النتائج السنه دي هيكون الصيد. فبشكل كبير ممكن تبقى النهائي ان شاء الله باذن الرحمن الاهلي والصيد في كاس مصر، وده كلاكيت ثاني مره السنه اللي فاتت فزنا يعني بالكاس من نادي الصيد 3-2 بعد مباراه حبست انفاس الجميع وتم نقلها على شاشة قناة النادي الأهلي. كل التوفيق لكرة الطائرة سيدات، اللي الحقيقة بيحطموا أرقام 95 فوز على التوالي، باقي لهم خمس مباريات فقط عشان يحطموا رقم الرجال وهو 100 فوز على التوالي في كل البطولات. كل التوفيق لفتيات الذهب في الكرة الطائرة. هنروح للسكواش. مصطفى عسل بطلنا في السكواش وبطل مصر كان بيلعب بطولة كناري وورف بإنجلترا، واستطاع ان هو يوصل للنهائي، ولكن لم يوفق في النهائي وفاز بالمركز الثاني بعد ما خسر من لاعب المصري او منافسه المصري فارس دسوقي. خسر من فارس دسوقي، هو يمكن مش مكتوب في الخبر. تمام. خسر في النهائي. طيب النتيجه في النهائي خلصت ازاي؟ خلصت 3-0، 11-5، 13-11، 12-10. واضح ان الجيم كان مأزم جدا وقعد 55 دقيقة، بس ده نتيجة جيدة لمصطفى عسل كأول بطولة ليه بعد الرجوع من الإيقاف الدولي، ولكن إن شاء الله بإذن الله القادم أفضل، وكل لاعبتنا حققوا نتائج كويسة بإذن الرحمن. مصطفى هيشارك في بطولة علام الدولية، واللي هي واحدة من أكبر بطولات العالم اللي جاية، ودي هيكون كمان يومين هنا في مصر بإذن الله. أنا آسف، إنجلترا. بطولة علام هتكون في إنجلترا، والاسم طبعا مصري ولكن هي في إنجلترا.
يوسف سليمان بيحل ثانيا في بطولة كراتشي الدولية للسكواش. يوسف سليمان هو لاعب الاسكواش في النادي الاهلي ومنتخب مصر ايضا. يوسف سليمان نجم منتخبنا الوطني ولاعب النادي الاهلي للسكواش حقق المركز الثاني برضه في بطولة كراتشي الدولية واللي اتلعبت في باكستان في الفترة من 15 ل 19 مارس اللي احنا فيه. يوسف كان خسر النهائي قدام زميله في المنتخب كريم عبد الجواد بنتيجة 3-0، وجات نتائج الاشواط كالاتي 11-5 11-9 11-6 في ماتش قعد 50 دقيقة تقريبا. يوسف برضه هيستعد عشان يسافر انجلترا عشان يشارك في بطولة علام الدولية اللي هي احد البطولات القوية ان شاء الله اللي هتقام على ارض انجلترا. نتمنى الفوز طبعا لابطالنا ابطال النادي الاهلي ويساعدهم في تحسين الرانك الدولي ليهم ان شاء الله. هنروح لألعاب القوى. ألعاب القوى يعني طبعا تعرفين في النادي الأهلي، النادي الأهلي بيرعى عدد كبير جدا من نجوم ألعاب القوى سواء على المستوى العمومي أو الناشئين. الخبر القادم يأتي من ألعاب القوى، الأهلي يتوج بدرع بطولة الجمهورية للشباب في ألعاب القوى. النادي الأهلي حقق درع بطولة الجمهورية للشباب تحت 20 سنة في ألعاب القوى بعد ما حقق للأهلي أو حقق الأهلي 266 نقطة في منافسات الشباب و 273 في منافسات الشابات في البطولة اللي اتلعبت فيها على ملاعب المركز الأولمبي في المعادي. الأهلي كسب البطولة بفارق كبير عن أقرب منافس ليه وهو نادي الزمالك، لأن الزمالك حقق المركز الثاني في الشباب والشابات أيضا برصيد 68 نقطة فقط، يعني فرق كبير، فرق يمكن أكتر من 200 نقطة. البطولة شارك فيها 37 نادي ومثل نادينا فيها 88 لاعبة ولاعب من أصل 456 لاعب ولاعبة شاركوا في البطولة، و 356 لاعبة 456 لاعب و 356 لاعبة من جمهورية كلها. النادي الأهلي كان نصيبه فيهم 88 لاعب ولاعبة من أصل العدد السابق. لعبتنا حققت أرقام كبيرة مميزة في البطولة، وده كان أهمها هو فوز تامر أشرف بطل القفز بالزانة بالميدالية الذهبية بعد ما كسر الرقم القياسي المصري بمسافة 5.6 من 10 متر للكبار. الرقم ده للكبار وهو 18 سنة. تاني أشرف، تامر أشرف حقق رقم يعني معجزة، هو بيلعب 18 سنة وحقق الرقم اللي بيحققوه أو رقم مصر القياسي في القفز بالزانة في الكبار، هو جاب رقم 5.6 متر سنتي، وده ساعده في أنه يتأهل لبطولة العالم للشباب واللي هتلعب في كولومبيا. عدى الرقم طبعا، عدى الرقم بكتير، فده أهوله على طول يلعب بطولة العالم. ألف مليون مبروك لتامر أشرف، إن شاء الله نحاول يكون معانا قريبا ونشوف طبعا أماله وطموحاته ونعرفكم بيه أكتر. وكمان هيلعب في بطولة العرب وبطولة أفريقيا اللي جايين تحت 20 سنة بالرغم من 18 سنة. كل التوفيق طبعا لتامر بإذن الله فيما هو قادم. كده نكون خلصنا أخبارنا في النادي الأهلي. طيب نطلع لفاصل ونكمل يا جماعة. طيب هنروح لأخبارنا المحلية، يمكن ما عندناش أخبار كثيرة. الخبر اللي عندنا في المحلي هو خبر عن الجمباز. الجمباز طبعا انتوا عارفين ان مصر استضافت كأس العالم للجمباز خميس جمعة سبت، والاتحاد الدولي للجمباز أعلن وصرح مصر أحدثت طفرة في تنظيم البطولات وأبهرت العالم. الاتحاد الدولي للجمباز نشر تقرير النهاردة عن استضافة مصر بطولة كأس العالم للجمباز واللي اتلعبت في الصالة أو بتتلعب في الصالة الرئيسية في الفترة من 17 ل 20 مارس اللي احنا فيه. التقرير قال إن مصر عملت تغيير كبير في شكل الجمباز من خلال استضافتها لكأس العالم في القاهرة 2022. وقال التقرير ان مصر عملت طفره في بطولات العالم الحديث وابهرت العالم، مع العلم انها بلد الحضاره القديمه واول دوله في العالم تمارس الجمباز. وكمل التقرير ان مصر استضافت الحدث الثالث من بين اربع كؤوس عالم بيتلعبوا على مدار السنه في ابهى صوره وشكل. وقال التقرير ان مصر بتخطط في الفتره اللي جايه انها تحقق ميداليه اولمبيه في اولمبياد باريس 2024 او لوس انجلوس 2028. واكد التقرير ان كاس العالم في مصر جذب اهتمام لعيبه كتير كبار وليهم اساميهم على مستوى العالم ان هم ييجوا يلعبوا في مصر، ودي احد المكاسب الكبيره. وزي ما قلت لحضراتكم ان انت مش بس يعني المهم عندك ان انت تستضيف البطوله، ولكن لازم تنجح فنيا، تستضيف وتنافس مش تستضيف فقط. والحقيقه اتحاد الجمباز نجح في ده، مش كده بس، ده الاتحاد الدولي بيصرح على صفحته انه يا جماعه انتظروا مصر في باريس 24 او لوس انجلوس 28 ممكن مصر تحقق ميداليه. هو ده اللي احنا عايزينه، ان مصر تحدث الفارق، مصر تستحق، ولكن عايزين اتحادات تشتغل زي اتحادات الجمباز، السلاح، الجودو، الاتحادات اللي شغاله والكاراتيه، كل الاتحادات لازم تشتغل وكل الاتحادات لازم تعمل على رفع اسم مصر وحصد المزيد من البطولات او الميداليات في البطولات العالميه والاولمبيه. كده نكون خلصنا اخبارنا،
هنطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، وبعد الفاصل هينضم الينا الكابتن اسلام الكيلاني المدير الفني لفريق الشباب لكره السله، واللي حصل على بطوله الجمهوريه كثالث بطوله ليه هذا الموسم بعد بطوله القاهره والمرتبط ثم بطوله الجمهوريه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بالكابتن اسلام الكيلاني المدير الفني لفريق الشباب لكره السله في نادي الاهلي، واللي حصد السنه دي ثلاث بطولات، بطوله المنطقه وبعد كده بطوله المرتبط، او بطوله المرتبط في الاول وبعد كده بطوله المنطقه ثم اخيرا بطوله الجمهوريه اللي انتهت منذ ايام. الف مبروك يا كابتن اسلام ومشرفنا. اهلا بيك يا كابتن هيثم، وسعيد ان انا معاك تاني مره السنه دي الموسم دوت. وعايز اقول لك ان كتير من اللعيبه بيبقى هدف ليها انها تكسب عشان تيجي هنا. ده شرف لينا وحاجه تسعدني جدا يا كابتن اسلام، احنا بنحاول نساعدكم انتوا الابطال واحنا معاكم في اي شيء. ربنا يخليك يا كابتن هيثم، وده مش حاجه مش جديده عليك. يعني لو ما كانش الناس بتوع الباسكت هم اللي سبورتوا الباسكت، فدي حاجه تحسب لحضرتك واحنا سعيدين بيها. حبيبي يا كابتن منورنا. اعزائي المشاهدين جهزنا تقرير عن الفريق، خلينا نشوف الفريق وانجازاته في التقرير وجا لحضراتكم. اتفضل يا كابتن. نجح فريق شباب كرة السلة بالنادي الأهلي تحت 18 سنة بقيادة مديره الفني إسلام الكيلاني في الفوز بالثلاثية خلال هذا الموسم عقب تتويجه بلقب بطولة الجمهورية، ليضيفها إلى بطولتي منطقة القاهرة ودور المرتبط. واستهل شباب الأهلي البطولة بالفوز على مصر للتأمين في الدور التمهيدي بنتيجة 65-41، ثم الفوز في نفس الدور على نظيره كفر الشيخ بنتيجة 65-35. ثم انتقل الفريق للعب في قبل نهائي البطولة وفاز فيها على الصعيد بنتيجة 64-37 وطلائع الجيش بنتيجة 61-34 والرياضات البحرية بنتيجة 129 والشمس بنتيجة 58-55 والزمالك بنتيجة 64-57 على الترتيب، ليصعد الفريق للدور النهائي. وفي النهائي استطاع الشياطين الحمر الفوز على كل من الشمس بنتيجة 70-62 والاتحاد السكندري بنتيجة 59-43 والجزيرة بنتيجة 78-62 وسبورتينج بنتيجة 63-58 وأخيرا الفوز على سموحة بنتيجة 73-53. ويضم الجهاز الفني لفريقنا كلا من سيد صابر مدير قطاع الناشئين، الدكتور أسامة النمر مساعد لمدير قطاع الناشئين، إسلام الكيلاني مدرب، الدكتور محمود مرعي إداري الفريق، الدكتور شريف مصطفى طبيب للعلاج الطبيعي، علاء العشري معد بدني للفريق، فيما ضمت قائمة اللاعبين كلا من إبراهيم علاء زهران، بيبو، يوسف عمرو، علي وحيد، عبد الله محمد عبد الله، كريم حاتم، سيف الدين قدار هنداوي، عبد الرحمن طارق الغنام، ياسين علاء الدين، كمال أحمد كمال، بلال محمد حمدي، حازم محمد حسن، محمد أحمد سعد، ياسين محمد السعيد، مصطفى شادي محمود، كريم عمرو عبد العاطي، فؤاد أحمد محمد، كريم محمد كريم، يوسف محمد توفيق، أمير عبد محمد، عمر عماد محي الدين، محمد طارق خيري. اهلا بحضراتكم من جديد. وطبعا كان نفسنا كل اللعيبه يبقوا معانا في الاستوديو النهارده، ولكن احنا الحقيقه ليميتد بعدد معين، وطبعا اربع لعيبه النهارده بيمثلوا الفريق، وان شاء الله في القادم بطولات كتيره ويكونوا معانا، واحنا اكتفينا ان احنا نجيب اسامي الفريق بالكامل كجهاز ولاعبين في التقرير، ولكن النهارده يكون معانا في الاستوديو كابتن اسلام واربع لاعبين، وان شاء الله مع البطولات باذن الله يكون معانا غيرهم وغيرهم. انتوا عارفين البطولات ما بتخلصش من النادي الاهلي. كابتن اسلام اجي لحضرتك، موسم صعب، ويمكن حضرتك توقعت ده في البدايه من اول الموسم ان انت عندك اجنده ممتلئه لان انت المرتبط السنه دي. بالظبط. يعني خلينا نبتدي من بدايه الموسم وتخطيطك للموسم كان ماشي ازاي، وهل نجحت في اللي خططت له ولا قبلك ما طبقت؟ بص، الحمد لله من اول ما ابتدينا الموسم كان هدفنا ان احنا نجهز اكتر عدد من اللعيبه، علشان في البطولات الكتيره اللي ورا بعض دي انت ما بتضمنش ان اللعيب دايما هيفضل كيربه ثابت، وبعد الشر في اصابات. صحيح. فالحمد لله من البدايه احنا من البدايه خالص اشتركنا في دوره وديه، قسمنا الفرقه لفرقتين بحيث ان كل مجموعه تقدر تلعب
اكتر عدد ممكن من التايم. وده انعكس على اللعيبه، على اكتر من لعيب وظهروا بشكل كويس في الوقت ده. اصلا كان في لعيبه من عندنا مش موجوده معانا، فكانت في منتخب مصر مع كابتن عمرو ابو الخير بيلعبوا بطوله افريقيا، فكانت فرصه كويسه للولاد اللي هم يعني بروميسنج ان هم يبتدوا يظهروا ويحتكوا في الماتشات الوديه ديت. فالحمد لله جاءت بنتيجه كويسه، ظهرت بدايتها في المرتبط. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا الحمد لله ال 12 اللي لعبوا فاينل المرتبط والسيمي فاينل، في مثلا 3 او 4 لعيبه مختلفين في ال 12 في منطقه القاهره، في اثنين ممكن تكون اثنين مختلفين في الفاينالات بتاعه الجمهوريه. فالحمد لله يعني ممكن تقول ان احنا قدرنا نستخدم حوالي 15 لعيب، وده رقم كويس يعني في النهائيات. كلهم كان ليهم دور، وكله كان ليه دور، وكله كان ليه دور مهم يا كابتن. يعني الحمد لله في المركز الواحد كان عندنا تنوع في امكانيات كل لعيب واستخدامات كل لعيب. يعني وقت ما بنحتاج مثلا يتلعب علينا زون ديفنس، ففي لعيبه معينه هي بتعرف تلعب على الزوم كويس فبنستخدمها في الوقت ده. في مان تو مان ممكن لعيبه ثانيه تقدر تستغل الامكانيات بتاعتها في المان تو مان. والحمد لله يعني قدرنا نعدي المرحله. كان في اكثر من مرحله صعبه طبعا. احنا جينا في وقت من الاوقات بعد بطوله القاهره، في لعيب عندنا ربنا كرمه سيف هنداوي سافر اكاديميه الام بي اي في السنغال، ربنا يوفقه يا رب. فطبعا سيف كان عنصر من العناصر المهمه اللي في المنتخب، مش في النادي بس، كمان في المنتخب كمان عنصر مهم. فانت فقدت خدماته، مش يعني فقدنا خدماته مش بس سكور. يعني هو سيف كان مفيد دفاعيا جدا لان هو كان سايز كويس، فكان مساعد ان احنا طويل. كان حجمه كبير، فبيساعد مع وجود لعيبه ثانيه ان حجم ان الدفاع بينجح بشكل اكبر. فاهم قصدك. مع وجود بيبو، مع وجود كريم حاتم، لعيبه كلها سايزات محترمه. هو لعب المرتبط بس انا فاكر، هو لعب المرتبط والمنطقه. بعد كده الجمهوريه سافر. ربنا يوفقه يا رب. لكن بعد ما مشي ما شاء الله اللعيبه اللي بتلعب في نفس المركز ادت دورها بشكل كويس جدا، وده اللي الحمد لله كان الواحد بيسعى ليه من الاول. انا طبعا ما كنتش اعرف ان سيف هيسافر او هيحصل اي حاجه، لكن انت من خبرتك في المواسم اللي قبل كده بتبقى عارف ان انت بتحتاج اكتر من لعيب في في البوزيشن. صحيح. وخلينا اقول دي نفس السيادة الفريق الاول، يمكن مستر اجوستي بوش عامل نفس الكلام ونفس الحدوته ونفس القصه انه مجهز اكبر عدد، وده اللي مميزنا الحقيقه الحمد لله حتى الان. وخلينا اقول ان انت حتى في دور قبل النهائي في بطوله الجمهوريه اللعيبه المصعدين مع الدرجه الاولى برضو ما لعبوش معاك، في ثلاث لاعبين صعدوا للدرجه الاولى واستطعت ان انت تجتاز قبل النهائي في ظل عدم او غيابهم، ان هم طبعا في مهمه اكبر مع الفريق الكبير بالزبط. فاستطعت ان انت تعوض غيابهم بالطريقه اللي انت اتبعتها من اول الموسم. الفتره دي كانت بصراحه فتره صعبه، لان كانوا هم مش متواجدين معانا، سواء بقى سيف كان سافر، بيبو كان بيتمرن مع الدرجه الاولى بعد اصابه عمر عزب هو وكريم حاتم، فاحنا اضطرينا نلعب من غيرهم ثلاث ماتشات كانوا كريتيكال بصراحه. صحيح. في السيمي فاينال كان مصر التامين تقريبا، لا كان الشمس والزمالك، والشمس في اول في الفاينال. نعم. الثلاث ماتشات دول انت لعبت من غير الثلاثه المصعدين اللي هو كريم لعب الزمالك، لكن الشمس في الفاينال اول ماتش في الفاينال ولا واحد فيهم شارك فيه. بس ده خلاك تصعد محمد طارق خيري لانه انت عندك عجز ومش عارف تعمل ايه. بالظبط. موضوع تصعيد محمد خيري ده حصل في وقت من الاوقات ان احنا انا كنت عامل حسابي ان في اربع لاعبين في بوزيشن 1. ممتاز. فحصل ان واحد منهم حصلت له اصابه في كتفه فقعد فتره طويله. ألف يعني حتى لسه ما جاش لحد دلوقتي. اللي هو مين يا كابتن؟ اسمه يوسف توفيق. يوسف الف سلامة عليه. الله يسلمك. وكريم كان مصاب مع الدرجه الاولى، ولعيب تاني جايبينه احنا اسمه امير عبده، كان حصلت له حاله تسمم في فتره من الفترات وتعب جامد ودخل المستشفى. فكان يعتبر ما فيش بوينت جارد. فما كانش في حل غير ان لازم نكمل التمرين ان نصعد حد. لا ساعتها طلعنا اكتر من لعيب، طلعنا حوالي اربع لعيبه. اربع لعيبه. لان كان العدد قليل في بس برافو عليك. خلي بالك يا كابتن ده برضو يعني معلش دي يعني فكر وسياسه هايله منك ان انت ما بتصطدمش بالامر الواقع وتقول لا يا خبر ابيض ده انا عندي لعيبه ناقصه، انا لعيبه مصابين، لا ده انا هخسر. بتوجد لنفسك حلول، النادي الاهلي مليان قماشه تقدر بيها تستغلها وتعد، بس المهم
ان انت ما تصطدمش بالواقع وتقول لا انا هقف عند هنا. انا هقول لحضرتك حاجه، احنا في كلامنا مع اللعيبه في الفتره، في فتره كده كنا شاكين ان بيجو وكريم هيقدروا يلعبوا معانا الماتشات الفاينل. كنتوا شاكين انه ممكن مش هيلعب. كنا شاكين الاولويه للفريق الاول. ففي الفتره دي قلت لهم ما فيش حد فيكم يعمل في حسابه ان ده اكسكيوز ان احنا هنخسر البطوله. احنا هنكسب البطوله ان شاء الله سواء اللعيبه دي موجوده او مش موجوده. برافو عليك. وقلت لهم باللفظ كده ان المواقف اللي زي دي هي اللي بتصنع الفريق البطل. برافو عليك. كل ما الظروف يعني ده اللي اتعلمناه، كل ما الظروف بتبقى صعبه كل ما معدن اللعيبه والرجاله هيبان وكل ما البطل هيتخلق. اهنيك على الكلام ده بصراحه يا كابتن اسلام، يعني انا بجد مستمتع بكلامك لان انت بتقول كلام عبر. ويمكن وجودك مع الفريق الاول فتره، انا شرفت ان انا طبعا العب تحت قياده حضرتك لما كنت في الجهاز الفني الفريق الاول، وكنت مع الكابتن اشرف توفيق، ويمكن وجودك في الجهاز الفني في الفتره دي اكتسبت خبرات، يعني اللي انت بتقوله ده يعني يفهموا لعيبه كبار، فانت عشان توصلوا لعيبه صغيرين لا عشان انت شفته على ارض الواقع. طبعا ما يعني بص، طول ما انت ماشي وبتتعامل مع الناس بتتعامل في الباسكت طول ما انت بتتعلم، لو حسيت في لحظه ان انت يعني عرفت كل حاجه خلاص لازم تبطل. صح. فطبعا الفتره دي يعني كان في لعيبه كبار جدا يعني من الجيل الذهبي لمصر اصلا، كان في حضرتك، كان في كابتن طارق الغنام لسه بيلعب، كان في اعتقد جمال وامين روزيه نجم منتخب تونس. فكل اللعيبه دي كان يعني انت ماشي بتتعلم منهم دروس، ومش عيب ان الواحد يتعلم من اللعيبه. الله ينور عليك يا كابتن، الله ينور عليك. طب قول لي يا كابتن، انت خدت 9 بطولات خلال فترتك مع الناشئين والناشئات. 12. معلش يمكن وقع مني 3 كتير، يعني سامحني لو انا اجتهدت والدول اللي جمعتهم. اغلى بطوله ليك ايه؟ يعني ايه البطوله اللي انت شايف في ال 12 بطوله دول؟ كل مدير فني يقعد كده مع نفسه ساعات يعني انا كسبت بس البطوله دي عمري ما هنساها. تقول كده على ايه؟ تقول انهي بطوله؟ اكيد البطوله دي، بطوله المرتبط. يعني بص دايما. طب ليه؟ دايما بطوله المرتبط ما تنسبش بنسبه 100% للعيبه. ليه؟ لان هي ناتج الفرقتين مع بعض، فريق الدرجه الاولى وفريق الناشئين. بطوله منطقه القاهره يعني بيبقى فيها اقوى فرق في منطقه القاهره، لكن في قوه في اسكندريه مش موجوده، والجيزه مش موجوده. والجيزه مش موجوده. فبطوله الجمهوريه هو الاختبار الحقيقي للفرقه هي ايه. رغم ان بطوله المرتبط نظامها افضل شويه في حاجه، انت بطوله الفاينل بتاعت الجمهوريه انت بتلعب الفرقه مره واحده. فلو انت دي اوف او انت اللعيب بعد الشر على اي حد اتصاب بيبقى في مشكله. لكن بطوله المرتبط قوتها او ميزتها انت بتلعب الفرقه اللي قدامك ماتشين، فلو ربنا ما وفقكش في ماتش بتثبت نفسك في ماتش كويس التاني. اكيد الماتش التاني تكسبه. بالظبط. صح. فدي فيها ميزه ودي فيها عيب. فعيبها عيب بقى بطوله الجمهوريه ان الفرق كلها قويه، واللي بيقع ماتش خلاص يعني بنسبه كبيره بيفقد المنافسه، الا بقى لازم يكسب حد وحد يكسب له. فدي صعوبه بطوله الجمهوريه. طب قول لي يا كابتن اسلام، يعني دايما الناس تتحدث عن قوه قطاع الناشئين لكره السله في النادي الاهلي، يمكن دلوقتي بيتولاه كابتن كبير ونجم مصر ومنتخب مصر كابتن سيد صابر، ومن قبله كابتن طاهر رجب، وتولى هذا المنصب عظماء يعني انا مش عايز انسى حد. ولكن ايه اللي بيميز قطاع الناشئين والناشئات في النادي الاهلي؟ ايه اللي انت شايفه بيميزنا عن اي نادي اخر؟ بص الحمد لله يعني هم بالترتيب اللي انا اشتغلت معاهم كابتن طاهر رجب، بعده كابتن سيد مصطفى، وبعده كابتن سيد صابر والدكتور اسامه النمر. نعم. يعني الناس بتديك اريحيه تقدر تشتغل بفكرك بشكل مطلق. ممتاز. ممكن بس لو في حاجه معينه ممكن ينبهك على حاجه معينه انت مش واخد بالك منها، ممكن تبقى حاجه بره الملعب، ممكن تبقى حاجه فنيه. في دعم. هم في ظهرك تماما، ودي حاجه مريحه جدا. ودي حاجه مريحه جدا. وبعدين كل دول بقى ما شاء الله بيجمعهم ان هم بيحبوا النادي بجد، بيحبوا المكان فعلا. فبيبذلوا كل ما في مجهودهم ان هم يقدروا يساعدوك بالشكل اللي يخليك مرتاح، اللي انت ما تفكرش في الحاجات اللي مش بتاعتك. صحيح. ودي حاجه مهمه ان يعني كل لما واحد يفوكس في شغله ما تشغلش بالك بقى باداريات، ما تشغلش بالك باللعيب عايزين نجيبه وفي اجراءاته ايه،
ده بيريحك، بتركز في شغلك، بيبقى الناتج احسن. الناتج احسن، ودي عظمه النادي الاهلي. اعزائي المشاهدين، النادي الاهلي يعني كل من يعمل في النادي الاهلي بيعمل بحب ويعمل لرفع شان هذا الكيان. خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن اسلام الكيلاني ولكن بعد. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع كابتن اسلام الكيلاني المدير الفني لفريق الشباب لكره السله تحت 18 سنه، واللي حصدوا السنه دي 3 بطولات، بدايه ببطوله المرتبط، مرورا بمنطقه القاهره، وصولا الى بطوله الجمهوريه اللي فزنا بيها منذ ايام قليله. الحقيقه جيلك كابتن اسلام، يمكن حضرتك قلت كلمه حلوه جدا، قلت طول ما انت عايش اتعلم، بالذات في الباسكت بول. انا عرفت طبعا يعني من مصادري ان انت دخلت سجلت نفسك على الاتحاد الامريكي لكره السله، وبدات تاخد كورسات ودايما بتطور نفسك في المجال ده. احكي لنا على التجربه دي يا كابتن. والله انا يعني كنت دايما بحاول اشوف الناس اللي هم اصل الباسكت بيعلموا الباسكت ازاي، او بيفكروا في الباسكت ازاي. ففي مره من المرات كده قلت ما اجرب حظي، اشوف لو في كورسز هم بيدوها اصلا على الموقع بتاعهم اللي هو يو اس اي باسكت بول. فدخلت ولقيت ان انا ممكن اقدر اريجستر، فقلت اجرب. فلقيت ان قبلوني ان انا بعمل ان انا من اوتسايد يو اس اي، وطلبوا فيز فدفعتها. لكن في البدايه انا مش عارف انا داخل على ايه، يعني مش عارف هل انا رايح في السكه الصح ولا غلط، وما فيش حد يعني ارجع له استفهم منه. فقلت اتوكل على الله واجرب، يعني مش هخسر حاجه. فابتدى الموضوع ان انا يعني مليت ابلكيشن، وعملوا حاجه زي اسمها سكريننج، ما اعرفش دوروا فين، وبعد كده بعتوا لي ان انا ابروفد. فدخلت بتدفع فيز، بعد كده بيفتحوا لك شويه كورسز كده لازم تخلصها الاول علشان يفتحوا لك الريسورسز بقى، زي انتدكشن مقدمه لازم تاخدها. بس هي ملهاش علاقه بالباسكت، يعني هي كانت شويه تقيله شويه، ان انت بتاخد كورس في حاجه مش ولا هتفيدني هنا ولا هتنفعني، وملهاش علاقه بالباسكت. اللي هو الريجوليشن بتاعه انك ازاي بتتلعب البطولات بتاعه المدارس والجامعات في عندهم. مين اللعيب اللي يحق له يلعب، ومين اللعيب اللي ما يحقوش يلعب، وامتى اخر ميعاد تسجيل، حاجات ريجوليشن. القوانين واللوائح بتاعتهم، عشان بعد كده تفهم هم بيتكلموا ايه. صح. طب ده مظبوط. خلصت بعد كده الجزئيه ديت، دخلوني في حته تانية بتاعه اللي هو الاخلاقيات بتاعه المدرب، ودي بصراحه كانت مفيده جدا، رغم ان هي كانت مليانه كلام تقيل وبتتكلم من اطار ثقافتهم هم مش ثقافتنا احنا، ولكن بعض النقط المشتركه افادتني كتير في موضوعات. بيتكلموا عن التنمر، بيتكلموا عن السخريه، الاستهزاء، وانعكاس الحاجات دي على نفسيه اللاعب. واكتشفت ان انا كان ممكن اكون بعمل حاجات بتضايق اللعيبه وانا ومن غير ما اقصد. ولا اول ما عرفت الحاجات دي بصراحه اعتذرت للولاد ان انا لو كنت عملت حاجه من الحاجات دي. بعد كده بتخش على حاجات ليدرشيب شويه برضو ما لهاش علاقه بالباسكت. خلصت الكورسات دي كلها، ابتدوا بقى فتحوا لي التكنيكال بقى. هم عندهم حاجه اسمها كوتشنج اكاديمي بيعملوها كل سنه، ففتحوا لي اللينكات للفيديوهات بتاعه الكوتشنج اكاديمي دي. وبصراحه يعني لسه مبتدئ يعني. الكلام ده كان قبل السيمي فاينل، يعني الكلام ده كان قبل السيمي فاينل. يعني انت حتى في عز المنافسات ده ما بينسكش ان انت تقرا. وخلي بالك، ابص، اصل النجاح ما بيجيش من فراغ يا كابتن، لكل مجتهد نصيب. يعني واضح ان انت بتجتهد، واضح ان انت يعني انا بطلع منك الـ 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 يعني الحاجات اللي انت مش بتقولها عشان نبقى عارفين انه، او يعني مش هتطلع لاذا حد سالك، فعشان نبقى عارفين ان كل مجتهد نصيب. انت ربنا كرمك ب 12 بطوله في كام سنه اشتغلتهم في قطاع الناشئين؟ اتصور 5 سنين او 4 سنين، مش اكتر من كده. ممكن 6. ممكن 6. يعني بنتكلم في 6 سنين 12 بطوله، يعني افريج 12 2 بطولتين في السيزون، عدد كبير من البطولات. والناس كتير على السوشيال ميديا قايلين انت الحمد لله انجح، يعني من انجح المدربين في قطاع الناشئين في الاهلي، لم يكن انجحهم على الاطلاق. يعني دايما من الاحترام للجميع طبعا، اكيد يعني هي منافسه والكومبيتيشن في الاخر لصلاح المكان، ولكن انت بتطور نفسك. طيب خلينا يا كابتن ارجع للفريق. فرقتك يعني اكيد تعبوا معاك، اللي بيميز الجيل ده ايه؟ ايه الجيل ده اللي انت مرنته السنه دي بيميزه عن الاجيال اللي انت مرنتها السنين اللي فاتت ايه؟ بص هقول لحضرتك، هو السنه اللي فاتت نصهم كان معايا، او الغالبيه العظمى كانت معايا. فمن السنه اللي فاتت عرفوا
أهمية التمرين وأهمية التمرين بجدية، وموضوع ان انت زي ما قلت لحضرتك في لما اتكلمنا قبل كده على موضوع الستاندرد، ان انت لازم يبقى ليك ستاندرد في ادائك ما تنزلش عنه مهما كان المنافس مين، لازم انت تفضل في المستوى اللي يخليك المره اللي بعدها تعلى ما تقلش عن كده. فهم حبوا التمرين وشافوا ان التمرين بالشكل المعين ده بيوصلهم لحاجه ابعد من ما هم كانوا فاكرين، مع ان يعني ابتدى الكلام ده بقى يتحقق في بطولات كمان. فهم حبوا التمرين مع اصلا مجموعه تانية برضو كانت عطشانه للبطولات، مجموعه اللي هي بتوع 2004 اللي هو فيهم بيبو وعلي وحيد وعمر عماد، فلما اندمجوا مع بعض وشافوا ان هم بيحفزوا بعض وان الموضوع ليه ايجابياته موتوا نفسهم. شاف الاثر بتاع التمرين اللي انت ما بتضحكش عليه، انت ما بتقولوش كلام يعني اتمرن وهتخسر، بس انت بتقول اتمرن وهتشوف. شاف، حبوا التمرين، يعني الجيل ده بيحب التمرين على يعني اللي قبله حبوا التمرين. لا كله كان بيحب التمرين. لكن عارف في بيحب التمرين بس انا النهارده شويه تعبان فمعلش حاجه على مش حاجه على نفسي النهارده، لكن لا ده هيدوس على نفسه. خلي بالك برضو فرق السن، ال 16 سنه غير ال 18 سنه. ليفل الباسكت في ال 18 سنه انت انك بتلعب خلاص ليفل عالي. برضو من الحاجات اللي كان نسيت اقولها في موضوع البطوله ان هي كانت صعبه شويه الجمهوريه، ان عندنا مجموعه من الولاد كانت بتلعب بطوله المدارس الثانوي، ودي مش عايز اقول لك اهميتها درجات. بالنسبه لهم ايه درجات. بس خلاص البطوله دي خلصانه قبل الفاينل بتاع الجمهوريه بيوم واحد، وبيلعبوا جد لانه عايزين درجات، وبيلعبوا وبيلعبوا بقى مع ناس اكبر منهم. يعني في مجموعه من عندي بتلعب الفاينل قصاد فرقه فيها عبد الله ناصر بتاع الدرجه الاولى، هو ثانويه عامه. فطبعا متخيل بقى هم بتفرق نص درجه في الميه طبعا، فطبعا كان ارهاق عليهم. وبشكر في الموضوع ده بالذات كابتن علاء العشري، لان كابتن علاء العشري وصل لي الولاد دول في البدنيا وبالريكفري ان هم يقدروا يلعبوا اربع ايام بطولات المدارس بتاعتهم وست ايام معانا في خمس ايام معانا في الفاينل ويفضلوا في نفس الشكل. هايل هايل. طبعا انت مش هينفع تعمل ده من غير جهاز معاك طبعا. يعني طبعا الدكتور شريف في تاهيل اللعيبه المصابه يعني عمل معاك شغل كتير جدا. طب قول يا كابتن، يعني انت السنه الجايه بقى عيني، يعني خلاص الموسم بالنسبه لك كده خلص، كم لاعب هيطلع عندك ل 20 سنه وكم لاعب قاعد معاك بالتقريب كده؟ اعتقد هو ال 2004 عددهم اقل شويه، فممكن نقول 8 لعيبه هم ال 2004 دول اللي طالعين 20 سنه. ونقول مثلا زيهم قاعد معاك 2005؟ لا في اكثر. 2005 حوالي 12 لعيب او 11. كويس، بعد ما يطلع معاك 2006 من تحت هتبقى الفريق برضو ان شاء الله بنفس المستوى. يعني بتكلم يعني ممكن حضرتك تبقى معاهم السنه الجايه، انت عارف طبعا حضرتك في مش اي مش معروفه تبان في نهايه الموسم توزيع الجهاز كابتن سيد صابر، لان هو الحقيقه السنه الجايه المرتبط هيبقى 16 بالظبط. فطبعا الموضوع هيبقى برضو ما حدش عارف مين مكان مين وبتاع، ولكن مرتبط السنه الجايه 16 سنه هو الاهم، هو يعني اللي هيكون مشارك الدرجه الاولى في المرتبط. طب قول لي يا كابتن، يعني عندك لعيبه زي كريم حاتم يعني نجحوا بشكل كبير وتم استدعائهم في المنتخب الكبير وراح المنتخب الاولمبي بالرغم ان سنه صغير، الكلام ده اسعدك يا كابتن؟ عايز اقول لك ان يعني انا اتسالت على كريم، انا عارف ان كريم هيتاخد، وصدفه ان هو اتسالت في يوم عيد ميلاده كان يوم 13/1 اعتقد، اتسالت من احد اعضاء الجهاز اللي هم شغالين مع المنتخب. كوتش روي رانا كوتش كان بيسال على مميزاته وعيوبه بس ما قاليش السبب، بس يعني انت استشفيت ان هم بيسالوا يبقى في حاجه. فانا بصراحه كنت سعيد بيه جدا ان هو هيروح يستفاد وهيرجع يفيد الفرقه طبعا. نفس القصه لما سيف سافر، سيف لما جه كلمني كان شايل هم ان انا هبقى متضايق منه او زعلان، لا العكس، لان انا مبسوط له جدا طبعا. قال لي انا مش مصدق انت، قلت له لا دي حاجه تشرفني، يعني حاجه تشرفني ان احنا بنطلع لعيبه في حاجه زي كده. وخروج بيبو للدرجه الاولى كل ده مفيد للفرقه، يعني طبعا. هو بيروح يتعلم حاجه ممكن انا ما بعلمهاش، فهيجي لما يعملها في الفريق زميله هياخدها وزميله وهيطوره ويفيدك في الماتشات كمان اداء وفي الماتشات هيفيدك طبعا. والجميله يا كابتن حضرتك برضو انا اتفرجت على مباريات، يعني منها كانت على بتذاع على موقع الرسمي للاتحاد
فشفت يعني شويه مباريات. اللي طالع زي اللي نازل يعني ما شاء الله، انت عامل روح اللي بيلعب زي اللي على البنش زي اللي في المدرجات، الفرقه كلها تحس انها نفس يعني روح الدرجه الاولى، هو نفس روح الفرقه عندك. بص الحمد لله، هي دي رغبتهم هم ان هم يعملوا بطوله. خلي يعني برضو من الحاجات اللي ممكن تكون حضرتك مش عارفها، ان الجيل ده 2004 2005 ما خدوش الجمهوريه مع بعض. فكانوا يعني بيتقطعوا من جوه عشان البطوله دي ياخدوها. وكمان السنه اللي فاتت جيل 2005 خسر البطوله في اخر ماتشين بتاعت الجمهوريه يعني طول السيزون. رغم ان هو كان برغم ان هو كان بطل المرتبط، كنا بطل المرتبط وبطل المنطقه، وفي ماتشات يعني مفاجاه كانت الخساره ولحد الفاينل ما خسرناش يعني طول السيزون ما خسرناش. جينا ماتشين خسرناهم فالبطوله راحت، واحنا متعودين عندنا ان احنا بنقول يكسبنا البطوله يخسرنا البطوله، مفيش فهم كانوا قدام خيارين، هم كانوا عايزين الخيار الاولاني ان هو لازم نكسب البطوله، دي كانت حاجه من جواهم، وهم كانوا بيلعبوا علشان بعض، يعني هم بيلعبوا علشان نكسب البطوله وعلشان زمايلهم اللي مثلا خسروا في المدارس ياخدوا درجات من النادي. فدي كانت روح كويسه منهم جدا. يعني بيتهيالي ده مريح لك، يعني مريح لك الدنيا، او انت مرتاح لما تلاقي الفرقه روحها كده مع بعض، انت كهيد كوتش بترتاح، وده بيترجم في الاخر للكاس اللي مع حضرتك. بالظبط. يعني يعني طول ما اللعيبه بتحب بعض، وطول ما اللعيبه هي من نفسها اللي بتحرك وبتطور وبتلم بعضيها، بالتالي ده بيشيل عبء كبير جدا على المدير الفني. طب اقول لك يا كابتن، امالك وطموحاتك؟ والله يعني الواحد يفضل يتعلم كده ويطور من نفسه، واكيد يكسب بطولات يعني، او على الاقل يطور من اللعيبه، يعني اللعيبه تبقى جايه له بشكل يخرجوا بشكل زي ما حصل كده، ينفع يلعبوا درجه اولى، ينفع يلعبوا منتخب مصر. ما اعتقدش هيبقى حاجه اكبر من كده، يعني بطولات ولعيبه كويسه وتطور. وانت قدها يا كابتن ان شاء الله. الله كابتن اسلام، انا بشكرك شكرا جزيلا. طبعا هنطلع لفاصل عشان نستقبل لعيبتك بقى، وعشان نحتفل معاهم، وعشان نكلمهم عن امالهم وطموحاتهم. هيبقى معانا كريم حاتم وعمر عماد بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل سريع، مكملين حوارنا مع فريق 18 سنه للناشئين لكره السله واللي فاز ببطوله الجمهوريه. يكون معانا بعد الفاصل كريم حاتم وعمر عماد، انتظروا. اهلا بحضراتكم جديد، ومكملين حوارنا مع فريق 18 سنه الناشئين لكره السله اللي فازوا ببطوله الجمهوريه منذ ايام. في البدايه برحب بكريم حاتم، صانع العاب الفريق واحد ابرز النجوم. اهلا بيك يا كريم. اهلا بحضرتك، منورنا. ربنا يخليك. والعظمه والجمال والمستوى المجد ما شاء الله عليك، ربنا يكرمك. ربنا يخليك يا كابتن ياسر. معانا احد النجوم الحقيقه اللي هيكون لهم شان كبير في الفتره القادمه، خاصه انه بيلعب تحت الحلقه والمركز ده نادر، معانا اللاعب عمر عماد. اهلا بيك يا عمر. ازيك يا كوتش؟ حضرتك عامل ايه؟ منورنا حبيبي يا كوتش. يعني قول لي البطوله دي ايه قصتها، وهل انت كنت متوقع في البدايه انت تفوز، ولا الماتشات كانت صعبه، ايه القصه؟ لا احنا عندنا كلنا احنا حاطين امل ان احنا نكسب البطوله دي مهما حصل، مهما اللعيبه موجوده مش موجوده، حاطين امل ان احنا نكسب البطوله ان شاء الله. ما قلقتش لما لقيت في لعيبه مش موجوده، صيف سافر، لعيبه تم تصعيدها للفريق الاول، لعيبه راحت مع المنتخب زي كريم، يعني ما حسيتوش في لحظه ان انتوا قلقانين ممكن تخسروها ولا لا؟ لا طبعا زعلنا طبعا، بس برضو احنا عندنا ناس ثانيه احسن. صحيح. يعني غيارات كتير، ناس كويسه برضو، يعني كابتن اسلام برضو هو كان مجهز كل الفرق الحمد لله. صحيح. طب قول لي يعني اكتر توجهات كابتن اسلام ليك ايه؟ يعني انت كلاعب تحت الحلقه، ايه اكتر حاجه كابتن اسلام يقولها لك وانت نازل الملعب، وانت خلاص لاست انستراكشن او لاست انفورميشن قبل ما تنزل الملعب؟ طبعا الريباوند والاوفنس ريباوند، وبرضو اقابل اي حد دخل في الحلقه احمي الحلقه، وبرضو ارجع اول واحد احمي الحلقه برضو. يعني يعني كل كلامه في الديفنس. ديفنس وريباوند، ما كانش توجهاته ليك في حط الباسكت او بتاع؟ لا لا، انت اهم حاجه عنده كابتن اسلام طبعا السيستم هو الدفاع. بالزبط. طب اكتر دفاع بتحبه ايه؟ يعني انت بتحب، انت كراجل تحت الحلقه، هل بتحب المان تو مان، بتحب زون؟ هو الاثنين، بس برضه بفضل الزون اللي انا كنت اتحلق، يعني كل اي حد يخش كده. الطوال بيحب الزون يا باشا، انا قاعد مكان يلا عايز يجي، صح مش كده ده بيحصل؟ بالظبط. هو واقف تحت الحلقه، الجاردات هم اللي بيروحوا بقى، بيروحوا يجوا بيتمرمطوا عليه. والله قول له يا كريم لان احنا اتمرمطنا ياما، انما السنادر تحت الحلقه يا باشا والكره بتتشاط، يا جت 3 بوند يا لما. فالموضوع بالنسبه لك سهل جدا يعني. طيب قول لي يعني مين مسك الاعلى؟ كابتن غنام وكابتن هاب الألفي. كابتن نبيل هاب الألفي. كابتن هاب الألفي يا راجل، انت حضرت كابتن هاب الألفي؟ طبعا شفته بيلعب؟ بشوف ماتشات
ليه. صغير الراجل اللي حد يشوفه ده هبل 1000 سن يعني الراجل بطل لا بشوف فيديوهات ليه شفت له فيديوهات يعني انت بتحب كده من كلامك ده بس الاثنين عكس بعض يعني هبل هو طبعا طارق غنام قوي في الحلقه وكابتن هبل الفي عنده شوطه من بره وكده بتشوط طبعا يعني نفسي صراحه بس مفيش كلام ده بتمنى ان اشوط يعني انا حاسس ان بعرف اشوط طبعا لا ان شاء الله تشوط وتجيب وتطلع درجه اولى وتتالق يعني ما شاء الله عليك اجي لك يا كريم يمكن انت ما شاء الله السنه دي سنه سعيده عليك ما شاء الله يا ربنا يا رب يحفظك ويحفظ كل اللي زيك حاجه يعني جميله ادب وخلق ولعب وكل شيء لما استدعيت من قبل الاتحاد للمنتخب صدقت ولا استوعبت ولا كانت صدمه بصراحه طبعا كانت صدمه كبيره يعني ولا في الحسبان كده قاعد لقيت فاكس فاكس بقى المكتوب في الفاكس ايه كنت انا برضو كنت انا وعمرو زهران وكان معايا محمود وليد وكان معايا عبد الله نصر بتلعب المنتخب الكبير الاولمبي بقى اللي هو ايه المهارات بس ده الاولمبي بس الاول انتشر على السوشيال ميديا ان انت داخل معسكر المنتخب الكبير بعد كده بقى صححوا مع الخبر بقى بس ايا كان ما شاء الله عليك 18 سنه كاصغر واحد كمان يعني حاجه خلي بالك بوينت جارد المركز ده مش دايما بيخشوا صغيرين يعني يقول لك استوي الاول بس انت بيميزك حاجه كريم بصراحه بوينت جارد طويل عينك فوق سريع بتشوط يعني ما شاء الله عندك يعني مجموعه مهارات طب استفدت ايه لما رحت اجمعت المنتخب دي والله الاستفاده طبعا كانت حلوه طبعا حتى سنيه كمان بلعب مع لعيبه كلهم اكبر مني يعني طبعًا. انا اصغر واحد خالص فيهم استفدت كتير بقى ان مثلا الخبرات طبعا بتاعت لعيبه كبيره ان انا يبقى دايما كورتي مرفوعه طبعا اي ريباوند اي اوتلت باخدها لازم طبعا ببقى قاري الملعب من اول واحد اهم حاجه الفاست بريك طبعا ما يوقفش خالص نعدي الملعب اسرع حاجه طب البادي كونتاكت والالتحامات لا ده لازم ده قبل اي حاجه انا عايز اقول لك يعني احنا ما شاء الله رحنا 7 رجع 4 مصابين يعني ما شاء الله راح المنتخب رجع عندنا عمر عزم مصاب وسيف سمير وعبد الله ناصر ورجع لنا عمر طارق فواضح ان التمرينه كانت بتبقى اسيا انا كابتن روي بصراحه رهيب في التمارين يعني تمرينه بجد طب خلينا اقول ان اللي عرفك بالناس هي فرقتك 18 سنه الفرقه اللي انت معاهم وهم معاك وانت واحد منهم هم اللي عرفوك وانت تألقت معهم يعني انت ما شفتش غير في فرقتك يعني ما طلعتش درجه اولى طب قول لي يعني انت يعني بتحب ايه فرقتك شايف ايه فرقتك مش موجود في اي فرقه اهم حاجه في فرقتي بصراحه بحس ان هي ميزانه دايما عن اي فرقه ان احنا الحب اول حاجه ان احنا كلنا قلبنا على بعض اي حاجه الروح كمان بينا من بعضنا كلنا عايزين مش فارق مين يلعب بالاول مين يبتدي مين يطلع الكلام ده كله مش فارق اهم حاجه طبعا الروح بقى والقلب وكمان الرغبه في المكسب نعم يعني احنا من غير الرغبه ومن غير حبنا على بعض ومن غير الروح الحلوه اللي كانت بين اللعيبه كناش طبعا هنحقق اي حاجه اللي عاجبني يا كريم انت ما اتكلمتش عن الفنيات نعم يعني الفنيات دي هتيجي اخر حاجه اخر يعني حاجه بعد يعني نتكلم عن حبكم مع بعض نتكلم عن الروح ودي اللي عملت الفرق في الجيل بتاعكم يعني ما شاء الله يعني انت بتتكلم على عامل هو الاساس لو انت ما فيش روح ما فيش حب مش هتتقبل اللي حواليك اكيد فيمكن ده هو اللي ميزكم بشكل طب قول لي يعني نفسك تلعب مع الدرجه الاولى والله يعني انا كمان اتصعدت لعبت معهم ماتشين ولا 3 ماتشات تقريبا اتصعدت ولعبت معهم لا انا قصدي اقول بقى يعني تبقى خلاص درجه اولى والله مستنيين اللحظه دي مستنيين ومنتظرين مستنيين بكل بفارغ الصبر ان شاء الله تيجي ان شاء الله تيجي ويعني انت عارف ان يعني انت من اللعيبه ما شاء الله اللي طالع يعني حاجه كويسه وفيك ميزه ان يعني انت ممكن تلعب في اكتر من مركز ما شاء الله ويمكن برضو نفس السؤال لعمر نفسك يعني تلعب تصعد يعني حلم ليك انت تكون في الدرجه الاولى طبعا طبعا شرفني طبعا اكون في الدرجه الاولى وحاسس لو لعبت هتسد ان شاء الله حلو ان شاء الله يعني تسد باذن الله لا يعني انت يعني اكيد اتمرنت معاهم فتره اكيد طلعت حسيت ان الدنيا بعيده ولا انت الموضوع قريب لا طبعا الموضوع مش بعيد قوي زي ما انا كنت فاكر يعني ايوه برافو عليك بالظبط يعني والتمرين فعلا كانت حلوه قوي الصراحه وانا استفدت يعني كخبرات كديفنس كأوفنس كابتن أوجوستي برضو قال لي على كذا حاجه اتعلمت منها واستفدت منها بالظبط طب قول لي يمكن انت طلعت اعاره سنه؟ لا انا رايح ب لا مش استغنى رايح بفلوس مش يعني فاكس راح وكده يعني طالع اعاره ولا ايه ولا مش لا لا يعني مش مستنيين معانا انا بسال كده يعني مش صفقه 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 يعني انتقال كامل بالظبط انتقال كامل بس انت كنت اصلا ايه؟ كنت في الصيد يعني انت اصلا من ناشئين الصيد وانتقلت النادي الاهلي صح؟ طيب يعني ليه؟ يعني لما جه النادي الاهلي كلمك وافقت ليه؟ يعني هل انت يعني كان حلم من احلام حياتك انت تنتقل للاهلي؟ هل النادي الاهلي نادي كبير وانت هتسهر معاه؟ يعني برضو اكيد انتقالك للاهلي كان لاسباب طبعا يعني نقله كبيره في حياتي طبعا ان انا اكون في النادي الاهلي
يعني انا مش نادي الاهلي بس هو اللي عرض فاكس وكذا في كذا يعني نادي، بس الحمد لله يعني كان نصيبي النادي الاهلي. اه ودي كانت رغبتك؟ اه طبعا. طب ورغبه والدك؟ اه خلي بالك في السن ده انا بسال ليه، لانه في السن ده ساعات تبقى رغبه الولد حاجه وتلاقي يعني بابا او مامته بيوجهوه في حته ثانيه، بس لما تلاقي العيله واللاعب كلهم ماشيين في اتجاه واحد بتلاقي الدنيا يعني الطب بكتير. طب قول لي يا كريم، يمكن اصعب ماتش السنه دي كان ايه؟ يعني اصعب ماتش كنت نازلين وحاسين ان هو لا النهارده ماتش فعلا محتاجين نجز على اسناننا. والله احنا كان كل الماتشات دايما واخدينها ان احنا كلنا على ستاندرد واحد، ماتش ضعيف ماتش قوي كلهم هناخدهم، وما يتهيأليش ان احنا قابلنا يعني ماتش اللي هو احنا وقفنا كده. احنا طب ماتش سبورتنج خلص يمكن 4-5 بوينت. اه ماتش سبورتنج ما شاء الله كل الفرق واخدينها عشانات. ماتش سبورتنج بقى الفرقه كمان كانوا بطل جمهوريه السنه اللي فاتت، ان احنا كمان يعني متهيألي بس احنا كنا فكينا شويه العقده من سبورتنج يعني بعد ما اخذوا مننا للجمهوريه السنه اللي فاتت، ان احنا كمان لعبناهم في مرتبط مرتين والحمد لله كسبنا مرتين، مره على ارضهم ومره على ارضنا. فكيتوا خلاص يعني خلاص جربتوا بقى. اه الفرقه سبورتنج بصراحه معاهم كابتن هيثم مدرب طبعا على اعلى مستوى. اه هيثم كامل جيلي هو ما شاء الله ولد ممتاز، وكمان هو مساعد كابتن علي بدر في الدرجه الاولى فماسك 18 سنه معاه فرقه طبعا مميزه جدا، فيهم اللي بيخشوا فيهم اللي بيشوت وفيهم اللي بيعمل الاثنين، ومعاهم ريباوندر تحت الفرقه، فهو تقريبا كانت فرقه بنفس مقومات بتاعه الفرقه بتاعتها تقريبا. كان الفرق بيننا وبينهم بس ان احنا كمان عندنا مش عايز اقول بنش، بس عندنا كان لاي وقت لو في دروب حصل لاي لعيب يقدر يساعد ويقدر يكمل. بس هي دي كانت اكتر حاجه يعني تقدر. يعني انتوا بالنسبه لكم المباراه كلها كانت واحده كلها كانت مهمه التركيز فيها وما فيش فرق من المباراه، وده اللغه اللي يتكلمها اللعيب البطل او الفرقه البطل، مش فارق معاه الفرقه مين بيلعب مين، انا بقدم مستوى. انت قلت ستاندرد كلمه كابتن اسلام، انت بتلعب واضح ان هو محافظها لكم تمام، انت بتلعب عندك ستاندرد بتلعبه، وبعد كده بقى مالكش دعوه لون التيشيرت اللي قصادك ايه، انت بتلعب بمستواك بس، مستوى اللي انت عايز تلعب بيه عشان تتخطى يمكن المباريات الثانيه. بس خلينا نتكلم بقى عن الشق الثاني، المذاكره. مش الكلام ده يا باشا، المذاكره دي يعني لا بس مين لازم نتكلم يعني. انت 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 في سنه كام الاول؟ انا ثالثه سنه. ايه الاخبار الدنيا ايه؟ ماشيين حال يعني. ماشيين حال يعني ان شاء الله. طب انت نفسك تدرس ايه؟ في الجامعه اخش يعني لو بيزنس ان شاء الله. بيزنس ان شاء الله. انت شايف ان انت حابب تخش بيزنس؟ طب وانت يا كريم؟ انا برضو شايف ان بيزنس اسلم حل. كمان يعني هتسلم مع الرياضه. هتسلم طبعا الرياضه. وكمان في نفس الوقت ليها مستقبل يعني حاجه تقدر تقدر تخلص لنفسك يعني ليها مستقبل في كذا في كذا مجال. بس طبعا انا ليه بقول كده؟ بقول انه اللاعب دايما بيقابله يعني صعوبات من ناحيه امتحاناته. بالظبط. يعني انتوا كنتوا مثلا عندكم درجات التفوق الرياضي زي ما كان كابتن اسلام بيتكلم، عندكم بعد كده الامتحانات الثانويه العامه، فانت لابد ولازم تبقى انت جاهز ومتحمل العبء ده. طب قول لي يعني لما بتتكلم في البيت معاهم يعني في البيت وكده والمذاكره بيضغطوا عليك ولا؟ هو ساعات وساعات الصراحه، لما يلاقوني مضغوط فعلا في التمارين يعني بيسيبوني. انا عاجبني صراحه عمر. ساعات وساعات بصراحه لما بيأسوا مني خلاص بقى بيقولوا لي لا شكرا. ما اكيد عندك تمارين يا عيني وعندك ماتشات وعندك وعندك، واكيد انت عارف مصلحتك يعني اكيد يعني بالزبط. انت مش يعني نفس الكلام يا كريم الوضع ايه بالنسبه لك؟ لا بصراحه هم عندهم قصه المذاكره دي شادين قوي عليها بصراحه. عندنا انت ليك اخ يا كريم؟ انا ليا اخ اصغر مني. ما شاء الله. وبيلعب باسكت؟ بيلعب باسكت. فين بقى؟ تحت كام؟ تحت 18 تحت 16 سنه. 16. ما انا صحيح انا حضرت مره تمرين وحتى انتوا نفس الشكل تقريبا. خدت بالي. واختك بتلعب كمان؟ في الفيرست تيم اهلي. حبيبي. ما شاء الله يعني انتوا ما شاء الله عيله سلويه من الطراز الاول. بس بابا وماما كانوا بيلعبوا ولا لا؟ لا لا ما حدش فيهم بيلعب. طب انت عمر؟ انا بابا كان بيلعب. بيلعب باسكت. فين؟ كان في الزمالك. كان في الزمالك. وبعد كده انت اتنقلت الصيد، لعبت في الصيد؟ لا انا كنت دايما في الصيد. يعني قصدي اقول لك انه يعني باباك لعبك في الصيد. انت يعني هو نقلك تلعب في الصيد. بالظبط. طيب يعني باباك لعب في الزمالك وكان من اشد الموافقين ان انت تيجي النادي الاهلي. لا مش لا ده الطبيعي لان هو يعني طبعا مستقبل ابنه اكيد هو شايف طبعا احسن. اكيد يعني مكان كمان هو شايف طبعا بالظبط. وليه نسبك يعني احنا طبعا بنهزر ولكن الوالد او الاب او الام بيبقوا عايزين ابنهم في احسن مكان. بالزبط. طبعا ده ما فيهاش هزار، احنا بس بناخدها يعني هزار. بس طبعا يعني كل الاحترام لوالدك ووالدتك. طب خلينا نتكلم يا كريم عن الفريق الاول، يعني يمكن انت على مستوى مصر ليك مثل اعلى. يمكن كلمت مع عمر قال لي انت برضو كنت قلت له قبل كده بس عايز اسمع منك مين ماسك الاعلى كده. والله انا بحب قوي كابتن وائل بدر. كابلي ميكر طويل وبيشوت. وبره مصر حضرتك عارف وائل بدر ومين تاني؟
كان وائل بدر، وبحب قوي طريقه لعب ايهاب امين بصراحه. انت بص، وائل بدر عشان هو بوينت جارد كان طويل زيك وشويت قوي ما شاء الله. ما شاء الله. وايهاب امين عشان جرأته وقوته وفنياته وحرف في الملعب، فانت عايز تجمع بين الاثنين. بس على فكره اقول لك على حاجه، انت فيك الاثنين يعني، ما شاء الله انت جريء وشويت وطويل، بتقدر يعني ممكن تمسك جردات طويله وفي نفس الوقت وشك فوق، يعني انت جامع بين الاثنين. ودايما انا بسال مثلا الاعلى ليه، لان هتلاقيك انت فيك منهم زي ما قلت يعني لعمر، هتلاقي عمر فيه كتير من كتر غنام، وهتلاقي فيه كتير كمان من 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 هبل يمكن هو مستني الشوطه هتيجي بالتمرين ان شاء الله. بس المهم لما تشوط كابتن اسلام بقى ما يطلعك يعني كابتن اسلام اكيد معانا وزمالك دلوقتي. المهم لما تشوط تاتا وتجليها كابتن اسلام ما يطلعك على طول. بس اقول لك، اقول لك على سر تعمل ايه بقى لما شوطها في التمرين الاول، شوف رد فعلك يعني ما تشوطهاش في الماتش، ما تاخدش جول الماتش على طول. في الماتش تلاقي نفسك على البنش على طول، انما في التمرين ممكن تبقى زعيقه تيجي معاك يقول لك طب مره ثانيه يشجعك. فدايما في التمرين ابقى ايه، ابقى يعني يعني اديها. طب قول لي، يمكن المنتخب اللي جاي تتمنى تكون معاهم في المنتخب؟ طبعا. احنا كمان حضرتك عارف بقى منتخبنا احنا اللي تحت 17 طالعين كاس العالم في اسبانيا. يا مسهل يا رب. احنا طلعت مجموعتنا كمان، هنلعب ان شاء الله اول اسيا، ومعانا ارجنتين ومعانا بولندا. لا سهل قوي. يعني احنا سهل خالص. نتمنى بقى. يعني ما شاء الله معاك يعني ثلاث فرق يعني، بس احنا قدها وتقدر تاخد مكان، وانا شايف الجيل بتاعكم جيل كويس. انا بشكرك يا كريم، نورتيني وشرفتيني، وانا ببقى سعيد جدا لما بشوف يعني معايا بشوفك في البرنامج، انت حاجه جميله وخامه ممتازه ان شاء الله في نجاح. عمر كمان انا فرحان بيك النهارده، ونورتيني وشرفتيني، وخامه هايله، وان شاء الله نشوفك نجم من نجوم مصر ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، مكملين معاكم، عندنا فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نكمل كلامنا. هينضم لينا كريم عمرو وبلال محمد، عندنا كلام كتير لسه مع فريق 18، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع فريق 18 سنه ناشئين كره سله، واللي فازوا طبعا ببطوله الجمهوريه منذ ايام كثالث بطوله ليهم في الموسم. برحب ببلال محمد لاعب الفريق. اهلا بيك يا بلال. اهلا بحضرتك، منورنا، دي المره الاولى معانا في دوري الابطال. برحب بكريم عمرو، احد طبعا نجوم الفريق واللي بيمتاز بالسرعه. اهلا بيك. اهلا بحضرتك، منورنا. الحمد لله. ابتدي ببلال، يعني بلال كانت بطوله صعبه. كانت بطوله صعبه فعلا، واجهتنا مشاكل كتير، بس احنا الحمد لله كنا قدها، وكابتن كان محضرنا كلنا من اول السنه، فما كانش فيه صعوبات كتير وقف قدامنا ان احنا ناخد البطوله. طيب انا دايما بتفرج على تمرينكم، بسم الله ما شاء الله، انتوا قبل التمرين بربع ساعه موجودين مربطين ومستعدين للتمرين، بلاقيك بتمرنوا بكل قوه، ويمكن كابتن اسلام كان معايا من شويه اشاد بده، يعني انتم مقدرين قيمه التمرين ولا لا؟ ايوه فعلا، هو كابتن اسلام كان بيجيبنا قبل التمرين، كنا لازم نبقى متواجدين قبل التمرين بنص ساعه، نسخن، نعمل استريتشات، لو في ملعب فاضي ننزل نشوط، وده كان بيساعدنا كتير يعني ان احنا نحسن النسب او كده. برافو، صح. يعني انا دايما كنت الاقيكم فعلا التمرين اللي قبليكم شغال، وانتم واقفين في الملعب الثاني قاعدين بتسخنوا وبتعملوا استريتشات، كنت دايما بلاحظ ده في الملعب الحقيقي. طب قول لي، يعني يمكن سالت كريم، اصعب مباراه قبليكم السنه دي، ايه اصعب مباراه قبليكم السنه دي؟ احنا بناخد كل المباريات كل الماتشات زي بعض، بالنسبه لنا الماتش الضعيف زي الماتش القوي احنا عندنا ستاندرد حاطينه ما بنقلش عنه. برافو، نفس الاجابه، نفس اجابه كريم ما شاء الله، يعني نفس الفكره. هو ده يعني انا بقدم لكم بس الفرقه البطل بتبقى عامله ازاي، وناشئين النادي الاهلي بيبقوا عاملين ازاي، بيتكلموا نفس اللغه، نفس لغه النادي الاهلي. طب يعني السنه دي كان في ثلاث مباريات، يمكن هتكلم عن ثلاث بطولات، هتكلم عن المرتبط يمكن اكتر. المرتبط مش كل الفرق لعبتها، يعني كابتن اسلام دايما كان بيقول ان الجمهوريه الاقوى، ولكن المرتبط هو شايف ان هي مش البطوله الاقوى، هي الجمهوريه الاقوى. شايف نفس رؤيه كابتن اسلام يا بلال؟ انا شايف ان الجمهوريه اقوى، عشان احنا بنلعب فرقه مره واحده، وهي تكسبها تخسرها. وفي المرتبط انت ممكن في فرقه ما لعبتهاش، يعني انت مثلا ما لعبتش الزمالك تهيألي مثلا، لعبتهم ما لعبتهمش في المرتبط. في المرتبط لا لعبنا الزمالك ولا لعبنا سموحه. بالظبط، يعني قصدي اقول لك ان المرتبط ممكن يتصافد، انما الجمهوريه هتشوف كل الفرق، هتشوف كل الفرق. فعشان كده يمكن البطوله دي بالنسبه لكم او الكاس ده كفاليو اعلى قيمه من المرتبط كمان. فعلا دي حقيقه. صحيح. طب خليني اجي لك يا كريم، يعني انت طبعا كابتن اسلام بيدي لك مهمات صعبه، وهي مهمات دفاعيه، الضغط على صانع الالعاب الناحيه الثانيه، نقل الملعب، السرعه، الشوتنج، الحاجات دي كلها، يعني ازاي بتتمرن على الكلام ده، او ازاي كابتن اسلام بيعدك للكلام ده؟ والله هو يعني بيخليني نجهز قبل التمرين كويس، ما يحصلناش اصابات، وبنتمرن بكل جهدنا. يعني طب يعني مثلا نتكلم على الضغط على البوينت جارد، هل في التمرين دايما بيقول لك يا كريم اضغط يا كريم اضغط، علمك ازاي تضغط على البوينت جارد؟ يعني قال لك ايه في الجزئيه دي؟ طبعا يعني اقعد على رجليا، ما احاولش اقطع الكوره، تمام، يعني ما احاولش امد ايدي عشان ما اتكلش. برافو، صح. بفضل مركز على اللعيب،
دي اكبر خطا بيقع فيها اللعيب اللي بيضغط على البينجر، انه يحاول يقطع الكوره ما تقطعش الكوره، انت مجرد حطك تحت ضغط يا اما الكوره تلاقيها في ايدك يا اما هو هيغلط في الباص وهيتعب. برافو، او هيتعب. صح، برافو عليك. يعني يمكن كابتن اسلام كان عدك او يعني خلاك مستعد للمهمه دي. طيب في الشوتينج، هل انت كنت بتيجي الصبح؟ هل بتشوت وقت اكتر زي ما بلال كان بيقول قبل التمرين؟ كنت بتعمل ايه عشان تعلي نسبتك؟ انا طبعا قبل التمرين لو جنبي ملعب فاضي في الحته ساكن جنبيها افضل انزل اشوت الصبح. برافو، اتمرن. انت ساكن فين؟ في مدينه نصر. طيب هل كنت بتنزل مثلا اهل مدينه نصر؟ اه بنزل الصبح مدينه نصر الصبح في الملاعب في البلاط. اه برافو عليك. كنت بتنزل الساعه كام كده عشان اجي لك؟ بنزل اروح على مدينه نصر فاروح ابص عليك. كنت بتنزل الساعه كام كده؟ يعني ساعات قبل المدرسه الصبح. برافو عليك، بدري قوي. اه بنزل الساعه 6 او 7 كده الصبح. بس الباب بيبقى مقفول، بتنط السور ولا ايه؟ لا لا بيبقى مفتوح. بس اللي عايز يبقى بطل بيعمل كده. بتروح الصبح بدري قبل المدرسه او ممكن في ايام الاوف داي ولا الجمعه مثلا الليل يكون الملاعب فاضيه. برافو عليك. مين اللي بيوديك؟ والله ساعات لوحدي وساعات مع اخواتي بننزل نشوت مع بعض ونلعب مع بعض. صح، ودي رساله لكل اولادنا ولكل اللي بيشوفونا، ان اللي عايز بيبقى بيعمل. يعني ما شايفين كريم كان بينزل يروح لاهلي مدينه نصر الساعه 7 الصبح وهو بيتمرن في الجزيره في سن الشباب. سن الشباب اللي طبعا الشباب بيفكر انه يخرج، بيفكر انه يبقى مع اصحابه، ولكن لما وجه طاقه الشباب في تمرين هي ده الهدف من الرياضه. سيبكم انه يبقى بطل او يبقى معانا كاس زي ده، طبعا دي يعني شيء قدري بحت ان يكون ابطال زي ابطالنا المورينا، ولكن الاساس في الرياضه اللي بيقوله كريم ان انت عندك هدف واللي هيتعب هيلاقي. طب اقول لك كريم، يعني يمكن برضو كنت بسال كل ضيوفنا او كل ابطالنا اللي معانا النهارده مثلهم الاعلى، مين مثلك الاعلى؟ والله بحب طريقه ايهاب امين قوي. فعلا ما شاء الله ايهاب امين سريع وديفنس. يعني سوفت وير عندكم كله بنظبط على ايهاب امين. طب ايه اللي بيعجبك في ايهاب امين؟ ديفنسه سريع، الميديم شوت بتاعته حلوه، بيعرف يعدي ما بين اللعيبه. شايف ان انت يعني فيك منه؟ اصل خلي بالك كل ما واحد يقول لي مثلا اعلى اعرف ان فيه منه. يعني 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 انت فيك من ايهاب امين. فيك السرعه، فيك الشوتنج، بتعرف تفوت ما بين اللعيبه. صح؟ بقول لك طبعا طالما انت ماسك الاعلى كده اكيد انت بتحاول تكون زيه فهيبقى فيك منه. نفس كلام يا بلال، انت مين ماسك الاعلى؟ ابراهيم الجمال. هاي برافو، طبعا لعيب كبير جدا ونجم، خلي بالك يعني انت صاحب بطولات كبيره. طب ايه اللي عجبك في ابراهيم الجمال؟ ابراهيم الجمال لعيب عنده روح كويسه، عنده شوطه، عنده الدخل، عنده ديفنس كويس، عنده كل حاجه. صحيح صحيح، لعيب حرفيا مش ناقص اي حاجه. احنا فعلا النهارده السنه دي خسرانينه عشان الاصابه، بس ان شاء الله يرجع وان شاء الله يكون يعني اضافه قويه لعودته مع الفريق. طب خلينا نتكلم برضو عن المنتخبات، هل انت دخلت منتخبات في سنك يا بلال ولا لسه؟ انا دخلت السنه اللي فاتت منتخب بس ما حصلش نصيب. ما كملتش يعني، دخلت في التصفيات الاولى. انا دخلت في التصفيات الاولى وكملت لحد الاخر شويه بس خرجت. اشتغلت على نفسي والحمد لله دخلت السنه دي تاني وبروح تجمعات. برافو برافو، يعني دي برضو رساله لكل الشباب، ما حدش يحبط. يعني دخلت منتخب وخرجت ما فيش مشكله، عندي فرصه ثانيه وثالثه ورابعه، ما فيش اي مشكله. طب بالنسبه لك هل كان في فرصه انضميت لمنتخب او حاجه؟ السنه اللي فاتت كنت من اخر 20 واحد في القاهره. ما شاء الله هايل. وما كانش ليا نصيب في الاخر. ما فيش مشكله، اتجمعت السنه دي تاني الحمد لله ومكمل لغايه دلوقتي. برافو عليك، برافو. يعني برضو نفس الرساله بلال وكريم، نفس القصه ان الموضوع ملوش علاقه بان انا مشيت. يعني عمرو زهران ما دخلش ولا منتخب في سنه، عارفين كده دلوقتي بقى نجم. ودلوقتي دخل المنتخب الكبير. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى، يعني احنا كلنا دخلنا منتخبات صغيرين، عمرو زهران ولا بيبو زهران دخل منتخبات شباب. اللي بيشتغل ربنا بيديله. برافو يا عيني عليك، قول تاني كده بلال. اللي بيشتغل ربنا بيديله. صح برافو عليك، اللي بيشتغل ربنا بيديله، لان هو فعلا هو ده الهدف من التعب، ان انت تشتغل على نفسك. وانا عاجبني ان انتوا شباب ما شاء الله لسه 18 سنه وعندكم الفكر ده، انتوا فعلا هتكسروا الدنيا صدقوني. يعني يعني حتى يعني لا قدر الله لعيب منكم ما تسجلش في الفريق الاول وراح اعاره ورجع، بس حتى كده هتكسروا الدنيا. يعني الفكر ده يكسر الدنيا. طب قولوا لي يعني على حاجه طريفه حصلت، احكي لي يا بلال كده على حاجه طريفه حصلت في البطوله، اخر النهائيات في الاخيره، حد جه متاخر في الباص، كابتن اسلام، يعني ولا انتوا مفيش مواقف خالص، انتوا جد على طول؟ لا احنا كلنا لازم نبقى ملتزمين بالمعاد. مفيش موقف طريف، حاجه مع لقطه مع حكم مع حاجه؟ مفيش. لا لا خالص. انت ضحكت يبقى افتكرت حاجه. مفيش حاجه. مفيش حاجه تاخدينها جد؟ لا كنا واخدينها جد عشان مفيش حاجه في المعسكرات. لا لا كنا عايزين نكسب البطوله واخدينها جد قوي. جد مفيش وقت للضحك. لا مفيش وقت للهزار. طيب خلينا نتكلم عن يوم المباراه. برضو ايه نحب نحط الساده المشاهدين في يوم المباراه، كل فرقه عندها طقوس بتعملها. احنا النهارده مثلا عندنا سبورتنج مباراه مثلا، احنا قاعدين في معسكر في اوتيل
بلاش نقول ان احنا جايين من بيوتنا او جايين مثلا مباراه في 6 اكتوبر، نتكلم في المعسكر. بتعملوا كفرقه كابتن اول حاجه قبل الماتش قبل الماتش بيوم الفطار؟ لا هات لي الفطار بقى. الفطار بتعملوا ايه؟ الفطار لازم مطاس مهروسه، ده شيء اكيد في الفطار. في الفطار ده لو في فطار وفي غدا، لو مفيش غدا يبقى على طول فراخ مشويه و على الفطار. اه على الفطار يعني طول من نوع الدب على طول فراخ مشويه ومكرونه او رز. طب حلو كويس. شان اهم حاجه طبق السلطه. برافو عليك. ده قبل الماتش باربع ساعات 3 ساعات ونص. حلو. طيب قبل الماتش بقى على طول بنعمل ايه؟ قبل الماتش الكابتن بيبقى معانا في الاوضه وبنتكلم على الفرقه، وفي محاضره طبعا تبقى طويله شويه قبل الماتش، وبننزل بنبقى حافظين الفرقه اللي قدامنا قبل ما نلعب. حافظها لكم كابتن اسلام. طب هل في فيديوهات بتتقطع يا كريم ولا لا؟ بيقطع لكم ساعات فيديوهات يعني لو في، انتوا لسه برضو صغيرين، ما فيش مش كل الماتشات مذاعه، بس لو في ماتش مذاع بيقطع لكم بيقطع لنا ويورينا الشوتر اللي يخش واللي بيلعب على شمال واللي بيلعب قبل قبل الماتش بيوم على الواتساب بنتفرج عليها وبيسالنا فيها تاني يوم. بيحفظكم. اه يعني بتبقى انت نازل عارف ماسك مين وبيعمل ايه، بيخش شمال ولا يمين، يشوت من بعيد ولا من قريب، وبتلاقي ده فعلا في بامانه. أيوة تنزل بيساعدك وانت بلال بيساعدك الكلام ده فعلا. يعني بتنزل تلاقي اللعيب اللي بحافظ اللعيب اللي قدامي هو بيعمل ايه، داخل يمين ولا داخل شمال، بيشوت من بعيد ولا من قريب، انا حافظ هو بيعمل ايه. طب بالنسبه لك يا بلال، يعني ممكن سالت كريم بس ما سالتكش، ايه المهام واللي بيطلبه منك الكابتن اسلام؟ يعني يمكن كان كريم بيطلب منه الضغط على البوينت جارد، الشوتينج، السرعه، الفاست بريك، بيطلب منه بعض الامور، انت مطلوب منك ايه؟ الديفنس ده اول حاجه عند كابتن اسلام. بتدافع على مين الناحيه الثانيه؟ بدافع على مين الناحيه الثانيه؟ يعني انت بتمسك مين؟ جاردات؟ بتمسك سنايبر جاردات؟ بتمسك جارد الطويل ولا الجارد القصير ولا السريع ولا الطويل؟ على حسب اللي معايا في الملعب. كويس برافو. يعني انت تقدر تمسك ده تمسك ده. خلي بالك في جاردات بيدافعوا على الطوال احسن، في جاردات يدافعوا على القصيرين احسن او السرعة. انت بالنسبه لك مفيش فرق. طب ايه تاني كابتن اسلام بيطلبه منك؟ اول ما الكره تتلم نكون الناحيه الثانيه. طيارات. طب لو لميت قبل ما نجيب ريباوند؟ يعني الكره ما تلمتش وانت جريت مثلا، بتبقى ده ما بيحصلش؟ لا ده ما بيحصلش. الكره تتلم نجري. نجري لو الكره، لو جرينا قبل ما الكره تتلم ما ينفعش. البنش ما بيوسعوا لك البنش. يعني لو جريت قبل ما الكره تتلم بيروح زمايلك على البنش بيوسعوا لك مكانك. ده مش موجود عندنا. كريم بقى هو ده اللي بيحصل، خلي بالك اصل انا عارف. فتلاقي زمايلك وسع عم بلال ده جاي دلوقتي عشان يتاخد منه ريباوندات. طب قول لي كابتن اسلام في الملعب، انا بكلمكم كلام بيحصل. طيب في الملعب اكتر حاجه بتضايقه الدفاع، يعني لو حد قصر ده حصل منه انسايد بنتريشن، اتاخد منه ايزي ريباوند في الديفنس، ما دخلش في الاوفنسيف ريباوند، انت بتبقى لما حاجه زي كده بتحصل وتعرف انها حصلت منك بتبص لكابتن اسلام ولا بتطنش يمكن ما ياخدش باله؟ لا هو طبعا ممكن ابص شويه، بس اهم حاجه ان انت تعود اللي انت عملته غلط. برافو. صح. يعني غلط انت عملته تعوضها بحاجه حلوه تعملها. صح. لانه الكوتش معلش انا اسف يعني مش كابتن اسلام، اي كوتش مش بعبع على اللاين. هو مش انت المفروض انت اللي بتحاسب نفسك الاول، يعني انت المفروض ما تبصش على الكوتش، انت تحاسب نفسك الاول، فانت بتبقى عارف انت عملت ايه. صح. بتبقى عارف الخطا جه منين، عارف الخطا وحاول اصلحه باسرع سرعه بقى. يعني انت تعمل حاجه احسن، يعني مثلا تاخد منك ستيل ترجع تجيبها تاني عشان تديها لفرقتك. نفس الكلام مبلغ. صح. هو كابتن اسلام عنده حته كويسه ان هو ما بيزعلناش واحنا جوه الملعب، بيزعلنا في التايم اوت. طبعا عندنا حاجه قايلنا نيكست بلاي، انت لما تعمل حاجه وحشه تروح تعوضها بحاجه كويسه على طول. حلو جدا. نيكست بلاي والستاندرد كلام، يعني بص انا عرفت ازاي جبت المصطلحات. طيب يعني انتوا في العادي يعني كابتن اسلام بيتبع النظام انه ما بيزعقش، يمكن على فكره الدرجه الاولى كده برضه مستر جوست بوش في التايم اوت حدث ولا حرج، ولكن اثناء المباراه ما بيزعقش لحد. فعلا اثناء يعني في الماتش الكابتن بيبقى هادي جدا جدا، واضح ان الاسلوب ده هو اللي بيجيب نتيجه مع اللعيبه، هو ده اللي بيجيب نتيجه غير التمرين خالص. صح. غير التمرين. نورتوني وشرفتوني يا بلال بجد، انا سعيد بيكم. احنا سعداء بحضرتك. لا طبعا ده شرف ليا، وان شاء الله وقت قصير نلاقيكم ابطال قد الدنيا ان شاء الله. نورتني يا بلال. بنور حضرتك كريم. نورتنا حبيبي، وان شاء الله اشوفك مكسر الدنيا ومنتخبات وحاجه جميله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا النهارده مع فريق 18 سنه كره السله. الحقيقه انا عايز اقول لكم ان انا ببقى سعيد الحقيقه لما بغطي الحلقات دي ونبقى معانا شباب طالع في سن 18 17 سنه في الوقت اللي كل سنه بيفكر في حاجه وبيفكر في حاجه ثانيه، ودي اهميه الرياضه ان هو يتوجه للتوجه الصحيح، وهو ده سياسه الدوله الحقيقه ان كل الناس تمارس رياضه، لو ما قدرش على مستوى البطوله ولكن على مستوى حياته يبقى لايف ستايل هي ممارسه الرياضه. بشكركم شكرا جزيلا، واستنونا بكره باذن الله في الاستوديو التحليلي قبل انطلاق المباراه الساعه 5:30 والسادسه مباراه الاهلي ومصر التامين في الجوله الثانيه من الادوار الاقصائيه. شكرا جزيلا.